جسدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة قوة التكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة. هذا ويساهم تعزيز العلاقات بين البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. المزيد من التفاصيل مع الزميلة ريم جلاحي. علاقات اقتصادية وثيقة تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والإمارات في النصف الأول من العام الجاري 1,342,000,000 دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 2.14% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021. توجد نحو 690 شركة ووكالة وعلامة تجارية بحرينية مسجلة في الإمارات، كما تعتبر الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين في البحرين، فالواردات الإماراتية شكلت 17% من إجمالي الواردات إلى البحرين خلال الربع الثاني لعام 2022. وفيما يخص آفاق التعاون الاقتصادي، اهتم البلدان في مجال التجارة، وتم السماح للشركات المسجلة في الإمارات بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين والتي تهدف إلى تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى تبادل النشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث في مجال التجارة والاستثمار. كما اهتم الطرفان بالاستثمار المباشر والشركات بين القطاعات والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينا للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات المقبلة، والعمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة في كلا البلدين وخارجهما، وإنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين لتسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيين للأعمال التجارية في البحرين. وتعمل الجهات المختصة في كلا البلدين على تبادل الخبرات والتجارب في مجال التسويق السياحي من خلال وضع المشاريع جذب مشتركة والتي تشمل قطاع الضيافة والطيران. كما تعمل الهيئات الوطنية المختصة في البلدين على بحث الاستثمار المشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات. وفيما يخص أبرز المستجدات على صعيد المشاريع التنموية، انضمت مملكة البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتسعى الشراكة لإنشاء مشاريع صناعية مشتركة كبيرة بهدف دعم التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل. ويقوم بدعم هذه الشراكة صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي تديره ADQ القابضة، وهي شركة استثمارية قابضة تقع في إمارة أبوظبي.